هل لديكم أي تعليق حول استقالة الحس؟ لقد فوجئت بالاستقالة وعندي كامل التقدير لرئيس الحس، وكل ما أتمناه أن لا يكون من ذلك تعقيدا للأمور، إذ أننا بعد الاجتماع الذي حصل في المجلس النيابي أمس تأملنا كثيرا بانفراج في الأجواء التي نحن بأشد الحاجة إليها. وماذا بعد استقالة؟ كل ما أتمنى أن تبقى هذه الأجواء المفرجة فتساعد على المسيرة. أستاذ وليد جملاد، ماذا كيف تفسرون استقالة سليم الحس؟ لم تكن مفاجئة، بمعنى أن الظروف لم تساعد حكومة الرئيس الحس بممارسة مطلق الصلاحيات وبالفعل عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية المتوازنة في كل المؤسسات وخاصة مؤسسة الجيش. قد تأتي هذه الاستقالة تحت الضغوط المباشرة أو غير المباشرة للجبهة اللبنانية على الحكومة. إنني أخشى أن نقع في دوامة تأليف حكومة جديدة، وإنني أخشى بنفس الوقت أن يزداد ضغط الجبهة اللبنانية على الحكم، وأن تحدث أيضا اضطرابات على صعيد أمني، إن لم نقل أيضا محاولة الجبهة اللبنانية لخلق فراغ دستوري، وهذا أخطر ما قد يحدث على الصعيد اللبناني. لقد أعلن بشير جميل أنه سيتولى الأمن في المناطق التي يسيطر عليها، إذا إنه أعلن بشكل غير مباشر التقسيم، وإنه أعتقد سيزيد في التصعيد، وتأتي الاستقالة لتترجم عمليا الضغوطات الهائلة التي تمارس على حكومة التي مورست على الحس والوزراء ووزرائه. أخشى أن نقع من جديد في دوامة العنف، والنتائج غير لن تكون إيجابية، وتكون بالفعل كارثة على لبنان وعلى الوطن العربي من جديد. شكرا.